in the occlusal pit and fissures of caries susceptible teeth. مو اي tooth, caries susceptible teeth. من هي اكثر caries susceptible teeth؟ لا, posterior teeth, سواء كان افر او lower. Thus forming a micro mechanically or chemically bonded protective layer, cutting excess of caries producing bacteria from the source of nutrients. يعني احنا بنخلي هذا البروتكتيف لاير راح نمنع البكتيريا انه تاخذ النيوتريشن مالتها منين؟ من الاريز اوف اكيوميليشن اون ذا اوكلوجال سيرفيس. فتيجي البكتيريا على الفود اللي هو اكيوميليت تاخذ النيوتريشن من عنده. فاذا احنا غطيناها البروتكتيف لاير راح نمنع البكتيريا انه تاخذ النيوتريشن من الاوكلوجال سيرفيس. To placement of sealant, it is a non-invasive technique. شنو non-invasive؟ أو نقول شنو هو invasive technique؟ يعني أصلاً ما راح ندخل ما راح ندخل بالtooth structure, ما راح نداخل بالtooth structure, ما راح نصير cutting مثل الفلين, وإنما هي في material over the occlusal surface without any cutting. فإت is a non-invasive technique. نجي الهيستوري, شلون بدت هاي المادة تيجي تدخل لفكرهم وشون حاولوا يطوروها إلى بدينا نستفاد من عدها كpreventive primary preventive dentistry. أول واحد وولسون reported the placement of dental cement. قال خب نجيب أي ماتيريال مثل السمنت ونخلي على occlusal surface بدون ما يفكر إنه هاي الماتيريال راح يصير بيها distortion by the time, فإذا هي ما تصلح تكون لهذا الشغل. In 1929, Bodker suggested that deep fissures could be broadened with a large round bear. ياخذ بير لارج. ليش لارج؟ حتى ما يسوي شاربنج للأندركات اريا ويخليها مور ديستراكتيف. فراوند حتى نشيل كل السلوبس والفيشرز فتطلع اريا بعد ما بيها accumulation of food and dental plaque. فقال هاي هم طريقة. In 1923, again in 1936, Hayat advocated the early insertion of small restorations in deep pits and fissures. قال كان يجيب materials وندخلها كأمالجام فلين أو كأني أذر يعني type of it. ذاك الوقت ما كان مكتشفين بعد اللايت كيور ونستعملها. شوف شلون الفكرة تطورت. ظلوا يفكرون شلون يغطون الأوكلوجال سيرفيس حتى ما يصير بي fermentation. بعدين شو استعملوا؟ زنك كلورايد and potassium ferrocyanide and the use of ammonical silver nitrate have also included the use of copper amalgam. إلى أن وصلوا إلى الأمالجام ممكن يخلوها على الأوكلوجال سيرفيس. Early work of Bonnecour in 1955 and the title of being the father of adhesive dentistry. بدأت الفكرة الأولى بونوكور, هاي تيجي دائما بالامتحان يخلوها اسم عالم فراغ ويعطوكم شنو هو سوا. فشنو سوا؟ هو يعتبر the father of adhesive dentistry, أول واحد اللي اكتشف الأسيد اتش وبعدين الأدهزيف ماتيريالز وطورت إلى الفيلنج لايت كيور وغيرها. By introducing the acid etch and bonding technique for resin based material. وحصرها بمادة معينة هي الرزن, يعني الصمغية, رزن يعني الصمغية اللي هي اللايت كيور والكيميكال كيور واللايت كيور فلين, هي هاي المجموعة. بسفينول اي جليسيلايد ميثايل ميثاكريليت بسجاما سيلنت. هاي بسجاما وين تتذكروها؟ وين ماخذيها؟ احنا اخذناها بالليزر بسجاما. فهو ضافها كسيلنت هنا نستعملها, وقال نقدر نستعملها بمكان ما نخلي فيلنج ماتيريال نستعمل هذه اسهل الرزن بطريقه البوندينج تكنيك الليزريه. شوف شلون تطورت الفكره. هسه نجي شنو هي الفاكتورز اللي تزيد لنا الاوكلوجال كيريز, واحنا اخترعنا الفيشر سيلنت حتى نمنع الاوكلوجال كيريز. Caries affecting pit and fissure are the first type of lesions
encountered in children. In addition to general risk factors, the following three site-specific risk factors are associated with the development and the progression of dental caries. تذكرون أخذنا الفاكتورز اللي تسوي الدنتال كيز تزيدها أو تنقصها. أول فاكتور أخذناه هو منه؟ التوث نفسه. التوث. الشيب مالت. اللي وش نسميه التوث هنا؟ الهوست. الهوست يعتبر هو التوث ستراكشر. فأكو الستراكشر أوف ذا توث إلى دخل. الأناتومي أوف ذا توث إلى دخل. بعد النيوتريشن اللي تؤدي إلى insufficiency of certain items in the structure of the tooth أيضا تؤدي إلى formation of dental caries. يعني مو بس قضية واحد يجي ويخلي مال، لا، إنه هو أكو other factors بالتوث نفسه بتؤدي إلى dental caries. فالمورفولوجي شلون يعني المورفولوجي؟ أكو ناس عندهم الأوكلوجال سيرفيس ديب بمور جروفز، وأكو ناس لا شالو شورت كراونز شورت أوكلوجال سيرفيس، فما يصير بيه accumulation. بس الديب جروبس اند فيشرز هي اللي تجمع الفود اند بلاك. هاي نقطه. الايربشن ستيج جدا مهمه، يعني احنا بنقول الانديكيشن اوف فيشر سيلنت شو نقول؟ نيولي ايربتد بيرمننت بوستيريور تيث. نيولي ايربتد بيرمننت بوستيريور تيث. ليش نيولي ايربتد؟ ترى مثل ما المينرايزيشن فيكون عرضه للكيري. نعم، اول ما يكمل بيصير بالايربشن راح يتعرض الى الاورال انفايرمنت اللي هي البكتيريا الموجوده السلايفا، فراح تقول فود امباكشن. فاحنا بهالمرحله هاي راح لازم نخلي فيشر سيلنت حتى نمنع بدايه تكون الدنتال كيريز. ثلاثه الفانكشنال يوز. فانكشنال يوز الانتيريور تيث الفانكشن مالته تختلف عن البوستيريور تيث. الانتيريور تيث جاست فور كاتينج، بينما البوستيريور فور جرايندينج. فالفانكشن مختلف هنا. فاحنا علي ما نروح على التيث اندرجو جرايندينج اوف فود اللي هي البوستيريور تيث. فالفانكشن جدا مهم. بوستيريور ديب اوكلوجال فيشرز فورسا او لونج وول بيت بريزنت ان تيث. هاي اوكي واضحه. The teeth in caries free patient and caries free occlusal surfaces which have been fully erupted for more than 3 years don't need application of sealant. إذا هو 3 سنين بالفهم ما صاير بيه كل شيء. Caries free. فإذا هي indicated لو non indicated. Non indicated. ماكو داعي. بس إذا شفنا adjacent tooth be caries, upper tooth be caries راح نتوقع أنه ذاك التوث راح يصير بيه. نخلي له بشر سيارة. See caries has affected one or more permanent molar teeth and sound fully erupted fits and fissures should be sealed. Also indication. Caries has affected one or more of permanent molar teeth. هذا اللي قلناها. لو adjacent, لو upper. إذا هذا indicated for fissure sealant. إذا القرار إنه أولا العمر. ثانيا هل هو caries free or not. ثلاثة the morphology of the tooth. أربعة the function of the tooth. Decision to place sealant on sound teeth based on. دائما الطلاب يجيبون patients يعني دكتورة شوفي لي هذا indicate for fissure sealant أو لا. تذكر الدكتورة شوفي لنا يا دي. أقول لهم ليش أشوف لكم إياه؟ مو تعرفون من المحاضرة. أولا newly erupted. ثانيا posterior tooth. ثلاثة permanent. مرات يجيب لي إيه يقول لي أدخلي له fissure sealant. هذا not indicated. صح نسويها مرات لأنه بنشوف الطفل عنده هواية كاريز فنخلي له للإي، بس هو not indicated mainly، هو mainly for permanent teeth. اوكي. إذا الديسيجن يعتمد على أولا the oral hygiene of the patient، هل هو كاريز free، good oral hygiene، undergo brushing and flossing. اثنين individual history of dental caries. individual history نسأله أكو سن مخلوع عنده due to dental caries، معناته هذا indicated for fissure sealant. Dietary habits تجي الأمية تقول لنا أي دكتورة كل شيء ما يقول ليش ضعيف وجهها أصفر، تقول إذا عايش على النساتر وعلى الشيبس. إذا الدايت هنا عامل مهمينها كلها sticky food وكلها it will cause dental caries. Patients cooperation and reliability and keeping recall appointment. مو اجى مره ونهزم هذا ما يصلح. لا
لازم good patient for cooperation. والبيرنتس هم لازم يكونون يجيبونا اياه بالموعد اللي احنا نريده. Tooth type and tooth morphology هاي حكيناها. بس اذكركم انه المورفولوجي اوف ذا بوستيريور تيث الجروفز يا اما تكون بشكل V او بشكل U اجي صايره او I او IK types انواع هاي الجروفز مال الاوكلوجال سيرفيس هاي حفظوها. Indicated sealant. The fossa, shallow depression selected for sealant placement is well isolated from another fossa with restoration. The fossa, يعني إذا كانت shallow أو deep, selected for sealant placement is well isolated from another fossa with restoration. يعني إذا هو الأوكلوجال سيرفيس beside من عند restoration. The other part, the fossa اللي راح نخلي بها لازم should be isolated. ما نخلي هالبولنج هذا تأثر على الفيشر سيلات مال التوث نفسه. The area selected is confined to a fully erupted fossa even though fossa is impossible to seal. The area selected confined to a fully erupted يعني مو السنب على بالأبر كلام لا بدأ يطلع من الأبر كلام ذاك الوقت الفوسة ما تكون واضحة. The selected tooth has an intact occlusal surface when the contralateral tooth surface is carious or restored. هاي قلناها قبل شوية. إذا adjacent tooth أو contralateral عكس be filling أو be carious إذا هو indicated. An incipient lesion exists in the pit and fissure area. يعني شنو؟ وين نشوف الانسيبيان دائما؟ انسيبيان يعني مخفية. نعم بالانتربروكسيمال اريا. فإذا أنا فحصت الانتربروكسيمال وحسيت أكو بها كاريز. إذا الأوكلوجال سيرفيس اللي أنا أدخلي له أني الفيشر سيلان إز كاريز أور ريستورتد إذا هو إكزيستنت بالانفيشر سيلان الانسيبيانت ليجن تأثر على الأوكلوجال فوسة اللي أنا أدخلي له. It is not indicated for fissure sealant, indicated for filling. Sealant material can be flowed over a conservative class 1 composite or amalgam. Sealant material شبيه flowed يعني تسيح over a conservative class 1 composite or amalgam to improve the marginal integrity into the remaining pits and fissures to prevent further recurrent decay. يعني احنا من نصير class 1 filling اكو احتمال يصير شنو secondary caries. فاحنا ممكن نستعمل الفيشر سيلنت حتى نمنع البريفريز ان يصير بها secondary caries. فاذا شوفوا هاي كلها indication للفيشر سيلنت. فاحنا مو اي واحد يجي تعال وقعد ونسوي الفيشر سيلنت. بس نشوف العمر نشوف الاوكلوجال سيرفيس نشوف الوضع العام بس دقيقتين ثلاثة وذاك الوقت نتخذ قرار نخليه للأخرين. نيجي على الكونترا انديكيشن. Patient behavior does not permit the use of adequate drive. هذا جدا مهم واجا بواجه امتحانات الفاينل. من عنده هايبر سليفيشن بتصير كونترا انديكيشن للفيشر سيلنت. واضحة؟ هايبر سليفيشن. أو ما نقدر نسوي له ايسوليشن. طفل يكون انكوبراتيف. أحط الكاترول يدفعها، أحط السلايفة انجكتر يدفعها. هذا يعتبر contraindication فيشر سيلنت لأنه من أساسيات الفيشر سيلنت good dry and sealed area. An open frank carious lesion exists on the CM tooth. هاي أكيد. Caries exist on other surfaces of the CM tooth in which restoration will disrupt an intact sealant. إذا هو بفيلنج هذا ما حيتدخل ويانا أكيد راح يتدخل. It will disrupt the occlusal pit and fissure sealant. A large occlusal restoration is already present. هاي همينة واضحة. إذا هو بي occlusal restoration حتى بنخليه fissure sealant أكيد. وهاي تعتبر contraindication. يجي شنو الريكوايرمنت للسيلانت ماتيريال. يعني شنو المفروض يكون بيها مثل الامالجام بيها سترينث بيها تقاوم الاوكلوجال ديستورشن
بها مثلا setting time بها هاي نقدر نخلي جواها سمنت بيضة وما نقدر نفس الشيء الفشر سيلينج بي ideal use the biocompatibility هاي يقولوا لي شنو biocompatibility هاي دائما نجي على شو سوي؟ نسوي ريتيشن للتشو يعني متلامة ويا الأورال كيفيتي نعم تكون متوانة من الأورال انفايرمنت كليته يعني ما كيميكال رياكشن بينها وبين الأورال انفايرمنت هاي نقصد بيها بايو كومبيتابلتي لو فيسكاسيتي مذوب بمرور الأيام لو فيسكاسيتي لو سالابلتي مذوب بس هاي أيضا ما تروح بالسلايبة aesthetically acceptable هي الفشر سيلينج لو تكون لونها لايت مثل اللايت يعني شفافه لو تكون مرات لونها على وردي وهاي طبعا بيها راح نجي نحكيها بيها indication بس aesthetically تكون acceptable نفتح حلقه ونباوعها تكون compatible ويا التوت ستراكشر visible to facilitate reassessment visible يعني نقدر نشوفها هسه مرات كلكم تصير عندكم هسه نخربط بينها وبين اللايت كيور فيلنج اوكلوجر سيرفيس بلايت كيور او بفيشر سيلن تتخربط علينا فاذا لازم تكون فيزبل تو فاسيليتيت ري اسسمنت حتى مره ثانيه من نجي نشوفها نعرف هاي ترى فيشر سيلن فتشيك البريفري صاير بيها ديستورشن تحتاج تبديل او لا يسموها ري اسسمنت افتر موستلي افتر 2 ييرز إذا لازم تكون biocompatible, low viscosity, low solubility, and visible to facilitate the assessment. Requisites for sealant retention. طبعاً يبوث ما مادة وحطيناها. إحنا لازم نفكر الريتينشن مالتها إيش قد راح تبقى. في الأيج مال الفيشر سيلانت هي دائماً 2 to 3 years. لسبب أو لآخر الفيشر سيلانت ما يبقى هواي. فيحتاج ري اسسمنت ويحتاج ولهذا ريكول فيزيتس حتى نشيكها صار بيها ديستورشن بريفريز نبدلها او تحتاج اضافه فالايج مالتها دائما 2 to 3 years اذا ريكوستس فور سيلنت ريتينشن ات هاز ا ماكسيمم سيرفيس اريا تغطي كل الجروفز اند فيشرز ماكسيمم مو جزء تغطيه وجزء لا لا هاف ديب irregular pits and fissures deep irregular يعني هو تاخذ الاوكلوجر سيرفيس مثله be clean be absolutely dry okay. عندنا خطوات لوضع السيلنت اول مره selection of the patient بعدين ولا ما قعدنا قرر نحط له الفيشر سيلنت اذا اكو خطوات لازم نسويها ستيب 1 طبعا تفاصيل موجوده عندكم بالمحاضره انا بس راح انوه على الستبس بريبير ذا تيث احنا عندنا هنا بريبريشن مثل الكابيتي بريبريشن مال الامالغام واللاتيكيور لا ما عندنا حفر وهاي في الطريقه نكسب بيها البيشنت بزيارات الاولى يعني لو نسوي له سكيلينج اند بولشينج لو نسوي له فيشر سيلانت افتر سكيلينج حتى نكسبه ما بي الم لا بي حفر ولا تروباين ولا هاد فهو راح يتقبل الموضوع بالزيارة الثالثة نقدر نبدي نحط له الأمالغام أو الأنتيكيور فprepare the teeth شو نسوي له؟ سكيلينج أند بولشينج سريع الأطفال ما عندهم كالكولات فموستي نحتاج بولشينج لكل التيث على السريع اثنين isolate the teeth كم طريقة عندنا للإيزوليشن؟ سايب اجكتر كتر روب كأنه عند الماوث بروب ممكن بس للتوث نفسه شوية صعب الماوث بروب يعني لازم تحط كتر روب وياه 3 دراي ذا سيرفيس بالتربل سرنج سوي له جود دراينس ورا ما خلينا الكتر روب ورتبناه والربر دام ستيب 4 اتش ذا سيرفيس باي اسيد اتش يا اما جل او الليكويد 5 rinsing and drying the teeth ليش نسوي rinsing ورا الاسيد اتش هو مو اسيد الاسيد اتش مو اسيد
فلازم نشيل الاسيديتي مالته، هو ما نبقي ونجيب فوقها نحط الفشر سيلن، لا لازم نشيل الاسيديتي. فهو اشتري مو نقول للمريض تمضمض، لا بس تربل سرنج رشه سريعه ودراين السريع وحط كاترول جديد. فالايسوليشن جدا مهم، تفشل تكمل تصيح الدكتور هيجي بس يسوي لها هيجي بالبروب توقع. فانتبهوا الريتينشن جدا مهم. اذا رنزك اند دراينج ستيب 6 ابلكيشن اوف سيلنت ماتيريال، عندنا بلاستيك انسترومنت نشيل بيها قطعه صغيره بس وهي اتول فلو، احنا نخليها على طرف بس هي اتول فلو اون ذا اوكلوجن سيرفس قبل الصيصه. 7 ايفالويت ذا سيلنت، قبل لا نسوي لها دراينج السيتنج العفو نجي نشيك قبل لا نقص ونشيل، احنا نرتبها لي قدام حتى بعد راسها تطلع عندنا اوكي. فش نسوي؟ نعدل البريفريز مالتها، اخاف اكو فد مكان ما نزل به، ننزله احنا بالبلاستيك انسترومنت شفنا كلش اوكي نبدي نسوي له السيتنج. ستيب 8 ري ايفالويشن، ورا ما سوينا له كيورينج نشيكه بالبروب. البروب نشيك به البريفريز نشوفها كلها انتاكت ماكو فد شيء. 2 نجيب الارتكيتنج بيبر ونقول له للمريض يعرف حتى اذا علم نشيله، لانه اذا ما شلنا العلم راح يكسرها، بس يدوس عليها حيكسرها. تعرفون ان هنا ما عندنا بريبريشن، هو نفس التوث، فاحنا لما جبنا حطينا ماتيريال عليه اذا راح يصير فد عائق، فلازم تكون كلش سموث وفيري ثن بحيث ما يحس المريض انه اكو فد فورم بادي. اكو نوع اخر من الفيشر سيلنت ضافوا له ماده الفلورايد، ليش؟ فلورايد ريليزنج، يعني باي ذا تايم تبقى ماده الفيشر سيلنت ريليز فلورايد تو ميك ات مور ريزيستنت اجينست دنتال كيريز. شو الافكت مال الفلورايد؟ ترو مينرالز فيساعد عمليه تقويه السن، نعم يزيد الريزيستنس او ذا تو، يحوله من هيدروكسي ابيتاتيك كريستالز الى فلورو epithetic crystals which is more resistance against dental caries. فاحنا هم راح نكسر هم راح نخلي الفشر سيلنت وهم راح يضل يعطينا slow releasing fluoride فيصير more resistant against dental caries. Fluoride is added to sealant by two methods. First, the first method involves adding a soluble fluoride to unpolymerized resin. نضيف مادة soluble fluoride الى الان بوليميرايز قبل لا يصير السيتنج ونخلي عليه اللايت كيور نحط الفلورايد. هاي طريقه. The second method involves adding an organic fluoride compound. Adding an organic fluoride compound. يعني هسه بعد صارت الطريقه الحديثه هي الماده نفسها الفيشر سيلنت بها فلورايد وخلصنا. هاي صارت اسهل. Glass ionomer is best suited for protecting erupting teeth when it is inserted under the upper crown. يعني اول ما يصير بي eruption يطلع الاوكلوجر سيرفيس نقول طلع من الاوبر كلام مالته، فجلاس اينومر نقدر نوضعه for protecting erupting teeth. هاي نستعمل الهاي ريسك تشيلدرن اللي هم معرضين اكثر للدنتال كاريز، فاول ما يصير eruption راسا نحط له فيشر سيلنت وبي فلورايد. اعطوني مثال على الهاي ريسك تشيلدرن منو؟ اللي عندهم رامبنت كاريز، عندهم رامبنت كاريز ونيرسينج همين اللي هي نيرسينج ونيرسينج يعني بعدها بده سيديوس تيث، احنا هسه قصدنا على البيرمننت تيث بس هو يكون انديكيشن يعني ممكن. نعم كراودينج هم يسوي ممكن شلون؟ كراودينج عنده عنده كراودينج نعم هو هذا انديكيشن. بعد الهانديكاب هانديكاب تشيلدرن هم معرضين دنتال كيز اكثر من غيرهم، فاحنا دائما نفكر لهم في الطرق تحافظ على التيث. وهم شنو عندهم دائما ذول اهل المونغول وهي عندهم ديفيشنسي اوف بيرمننت تيث، يعني مو كلها هم عندهم، يجوز عنده 6 ما عنده 7 كنان دائما ما يطلع لهم، او عندهم ديلايد ما ديسيديوس تيث، يعني عملنا مشكله عملنا مشكله هم عنده نقص بالتيث وهم عنده ديلايد شيدنج او ديسيديوس تيث، فعندنا فد بروبلم عندهم وكراودنج مرات، فهم انديكيتد. فالهانديكاب موستلي المونغول هم انديكيتد فور نيوتريشن
نعم الكيريز النيوتريشن اي اماكن يصير ممكن اذا هم اطفال يكثرون من النساتر والحلويات فنخليه يعتبر انديكيشن هذا. بس عندنا نوع من الكومباريجن بين اللايت كير versus a self-cured sealant. self-cured شنو؟ يعني chemical cured. احنا من خطة هو عندنا فترة زمنية اللي هم حاسبيها راح نقدر نخلي عدتو السيرفس ويصير بيه setting والامور اوكي تسوي لها ترتيبات نشيل اوكروجة نشيل الهاي سبوت فاحنا بالسيرف سايد نعطينا هو حاسبيها انه مثلا 3-4 minutes كافية علينا. هذا هو chemical cured او self-cured. اما اللايت كيود هذا بي مزايا وهذا بي مزايا وهذا بي ديس ادفانتج وهذا بي ديس ادفانتج. فقرار عندنا احنا شو اللي بنستعمل حسب الحاله اللي عندنا. نجي على السيلف كيود سيلنت. الادفانتج مالته انه سمبل تو يوز ليس اكسبنسيف داز نوت ريكواير اديشنال اكويبمنت. يعني ما نحتاج بالبيشنت مال احنا خبطنا رأسا اجينا احنا محضرين التوث وايسوليشن ودراينس رأسا نحطه على الاوكلوجن ونشيف الاوكلوجن قبل ليسر ست. هاي طريقة. الديس ادفانتج مالته شنو؟ Once mixing has started the operator must continue mixing and immediately place the sealant. يعني ما عندنا هواي وقت نضيعة. Or stop and make a new mix. إذا يفشت بإيدي أنا وإحنا بعدنا ما حاطيها لازم نخبط مرة ثانية. تعتبر disadvantage. Two, the catalyst and base must be mixed prior to placement. هاي أكيد. Increasing the chance of incorporating air bubble into final products. يعني من نخبط راح نشيل الماتيريال نخليها الماتيريال بعدها بيها air bubble. ما صاير الكونسيستنسي مالتها ستيك. فاذا بيها ادفانتج وبيها ديس ادفانتج. نجي على اللايت كيور. The operator has control over the initiation of polymerization supplied as single liquid so no mixing. تعرفون هي تجي عصاره وحده ولا ما كملنا الاسيد ايش تجي عصاره نحطها ونجيب اللايت كيور. فهي تعتبر فت ادفانتج لانه ماكو مكسين ولا اير بابل راح تدخل ولا عندنا وقت لا نسيطر كل شيء بعدين نجيب اللايت. بس ايضا عندها ديس ادفانتج ات ريكواير اكسترا بيس اوف اكويبمنت ذات كان بريك داون. شنو هي اللي حصل بيها بريك داون؟ ريكواير اكسترا بيس اوف اكويبمنت ذات كان بريك داون. شنو هي اللي يقصد بيها؟ اللايت نفسه هذا فد شيء اضافي راح نحتاجه على الكيميكال كيود. وهذا احتمال طبعا دائما يعطى دائما يصير فيه مشاكل فيقول لك هاي ديس ادفانتج. 2 هاي كوست اوف كيورينج لايت اند شورتر شيلف لايف اوف ماتيريال. كل ما الماتيريال تنحفظ اكثر عندنا لانها راح تتاخر لان بس تحتاج لايت بتتاخر عندنا بالعياده فالشيلف لايف مالتها يعني يصير اكسباير قبل ما احنا راح يصير هاي كوست علينا بينما الكيميكال اللي تجي لس اكسبنسيف. فشوفوا يعني الماتيريال هاي بيها وهاي بيها فانا اشوف نفس الشيء اذا واحد يشتغل وذ اكيورسي تعتبر نفس الشيء هي فيكون دقيق بعمله وما يضيع وقت ويحسب كل شيء بوقته وبد ايسوليشن ما يصير اي مشكله. شكرا لاصغائكم. يلا هسه من يقول الستبس مال يوزنج فيشر بيتس اند فيشر سيلنت.